مشاهدينا الكرام، وبالانتقال إلى كردستان سوريا، وينضم إلينا من قامشلو بالتحديد مراسل زاغروس تي في أختين أسعد ليطلعنا على آخر المستجدات بخصوص ذكرى انتفاضة قامشلو. أختين، مساء الخير عليك، تفضل. نعم دلشين، تحية طيبة لك ولجميع مشاهدي زاغروس تي في. اليوم هو 12 من آذار، ذكرى انتفاضة قامشلو، بداية الثورة السورية كما يصفها البعض في عام 2004، حيث كان هناك يعني مباراة كرة قدم تحولت فيما بعد إلى إطلاق نار كثيف من القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية باتجاه الجمهور الذي كان يشجع ناديه الرياضي هنا، و راح ضحية هذا إطلاق النار هذا أكثر من 28 شهيدا وعددا كبيرا من المعتقلين. الانتفاضة التي استمرت عدة أيام وكانت يعني تعتيما إعلاميا كبيرا عليها، ولم تكن هناك يعني ضغوطات على الحكومة السورية وقتها بكف الأذى عن الكرد في هذه المدينة. جميع المدن كردستان سوريا انتفضت مع قامشلو آنذاك، وكانت لكل منها حصتها من الشهداء. اليوم كما نشاهد خلفي هو ملعب الذي كان يعني ساحة لانطلاق هذه الانتفاضة، الآن سمي بملعب 12 شهداء 12 آذار، يعني نسبة إلى الشهداء الذين وقعوا في تلك الأيام. أيضا في كل سنة يكون هناك إحياء لهذه الذكرى بوجود مباراة رمزية بين فريق قامشلو وفريق من مدينة دير الزور، حيث كانت المباراة التي سببت الانتفاضة أيضا بين فريقين من المدينتين. الآن يعني اليوم نعم، من قامشلو مراسلنا أختين أسعد، شكرا جزيلا.